عدم الالتزام بحظر التجوال الوقائي من قبل البعض والتزاور المستمر بين أبناء بعض المناطق في جانب الرصافة من بغداد جعلها تسجل 480 إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية. عدد الإصابات في دار صحة بغداد الرصافة لحد الآن هي 480 إصابة من خلال التزاور. هناك إصابات حدثت في الرصافة من خلال التزاور الاجتماعي، يعني عندنا شخص كان إصابته موجبة كان يزور 3 إلى 4 بيوت، كان أكثر من 18 إصابة حدثت بسبب هذا التزاور. القوات الأمنية وهي تنفذ وصايا حظر التجوال تقر بأن هناك خروقات في بعض المناطق التي يكثر فيها أصحاب الدخل المحدود والأجر اليومي. مناطق الشعبية بسبب يعني الكثافة العالية للسكان بها وبسبب وجود المناطق اللي يجمعون بها الشباب يؤدي هذا طبعا إلى حدوث بعض الخروقات. دورياتنا وقيادتنا متمثلة بأقسام الشرطة وأفواج الطوارئ لها دور كبير في الحد من هذه الخروقات. وزارة الصحة تؤكد بأن مرحلة الخطر من هذا الوباء ما زالت قائمة ودعت إلى الالتزام بالوصايا الصحية وتطبيق قرارات فرض حظر التجوال الوقائي. بعض الأخوان استنتجوا من صار خلال يومين أو 3 أسبوع انخفاض نسبي في أعداد الإصابات والوفيات، استنتجوا دون اعتماد على دليل علمي، استنتجوا أننا تعدينا مرحلة الخطر، وهذا غير صحيح. لازلنا في مرحلة الخطورة، لازال خطر وباء كورونا قائما. الوصول إلى المنطقة الآمنة بالنسبة لتفشي فيروس كورونا يبدو أنه ما زال يحتاج المزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية وحظر التجوال الوقائي خصوصا في المناطق الأكثر كثافة سكانية. من بغداد، رزاق الأجيلي، العراقية الإخبارية.